دولة الخلافة العثمانية في أرقام. بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين العاشر والحادي عشر هجرية، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاثة: أوروبا وآسيا وإفريقيا. وصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكما كان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا كفرنسا مثلا. وقد بلغ العدل والأمن في الدولة العثمانية إلى درجة جعلت الرهبان والقساوسة في بعض الكنائس البلقانية يدعون بهذا الدعاء: يا رب يسر لنا الدخول في ظل الحكم العثماني لكي نستطيع العيش بأمان من ناحية الدين. لا توجد دولة إسلامية على امتداد التاريخ الإسلامي شغلت ببعديها الزماني والمكاني ما شغلته الدولة العثمانية، والتي تمثلت بزهاء الستة قرون من عام 99 و600 إلى عام 41 و300 و1000 هجرية، ومساحة حكم بلغت 20 مليون كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وهي حوالي 10 مليون كيلومتر مربع. وكانت مساحات شاسعة جدا كلها تحت الحكم الإسلامي، وتليها دولة الخلافة الأموية بخمسة عشر مليون كيلومتر مربع، فالعباسية 11 مليون كيلومتر مربع، بحيث أن دولة الخلافة العثمانية وصلت بعد تقسيمها إلى أكثر من 32 دولة. تولى حكم الدولة العثمانية 36 سلطانا، واكتسب آل عثمان لقب خليفة رسول الله منذ عهد السلطان سليم الأول سنة 23 و900 هجرية، واستمر الحكم 642 عاما. وتولى منصب الصدر الأعظم 219 وزيرا، وأما منصب شيخ الإسلام فقد تولاه 131 عالما. ومن أشهر الرايات العثمانية ثلاثة: الراية الحمراء ويتوسطها هلال ونجمة، واعتمدت بهذا الشكل منذ سنة 60 و200 و1000 هجرية، وهي راية الدولة العثمانية. وأما الراية الخضراء ذات ثلاث أهلة فهي لواء الخلافة، والراية الحمراء الداكنة هي راية الجهاد وترفع في الحروب والغزوات. هل تعلم أن أول جيش رسمي محترف في التاريخ العسكري في العالم هو يني تشري، وهم الإنكشارية وتعني الجيش الجديد، وقد تم تشكيله في عهد السلطان مراد الأول عام 26 و700 هجرية. وبعد 125 سنة قام ملك فرنسا شارل السابع عام 51 و800 هجرية بتشكيل جيش محترف ورسمي أطلق عليه اسم فرانك أرشير. أول إصدار للنقود الفضية كان في عهد السلطان أرخان بن عثمان في بورصة، وتسمى أقجة، وكتبت عليها كلمة الشهادة وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة في أحد وجهي العملة، وفي الوجه الآخر قبيلة قابي، وتاريخ السك 727 هجرية. هذا وقد كانت نسبة انخفاض قيمة العملة العثمانية 24% خلال 427 سنة، من 26 و700 إلى 53 و100 و1000 هجرية، وهي نسبة ضئيلة جدا في هذه المدة الطويلة. كانت الأوقاف لها أهمية كبرى، والتي يسميها العثمانيون عمارات وقفي، أي وقف المطاعم الخيرية. وكانت العمارات تقدم أكلا مجانيا لعدد يبلغ 20,000 شخص يوميا، وكان مثل هذا في كل الولايات. وكان المطعم الخيري بجامع سليمانية تبلغ ميزانيته عام 94 و900 هجرية ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي إلا قليلا. وبذلك يتضح لنا أن الخلافة العثمانية كانت من نعم الله على هذه الأمة. اشترك الآن في قناتنا صناعة الوعي على اليوتيوب.